هنبدأ بقى دلوقتي نبدأ نوزع الوحدات التكييف بتاعتنا في السبيس بتاعي. انا خلاص جات لي الموافقة من المالك ان هو هيستخدم اجهزة ديكوريتيف. احنا ما عندناش اي سقف معلق في السبيس بتاعتنا غير في السبيس الميتنج روم F106، وعندي في الغرفتين دول F110 وF111، فبالتالي التلات غرف دول بس اللي فيهم سقف ساقط، والسقف الساقط من النوع الالواح الجبسية. بقية الاماكن او بقية الغرف ما فيهاش سقف ساقط، كلها ما فيش يعني اي سقف معلق خالص موجود. فتعالى بقى دلوقتي هنشوف ازاي نتعامل مع الموضوع ده. احنا اخر مرة كنا حاسبين F101 system بتاعه عشان نشوف التقرير وازاي نقدر نحسب او نعمل سيليكشن لجهاز التكييف بتاعنا. احنا قلنا عشان نشوف التقرير بتاعنا ونضغط كليك يمين ونقول له برنت فيو ديزاين ريزلتس، وهنشوف دلوقتي نقول له بريفيو، وكان عندنا الحمل الحراري بتاعها هي التوتال كويل لود ب 7000 بي تي يو بير اور. لو رحنا كتالوج شركة كارير من النوع الهاي وول سبلت سيستم، لان ده اللي تمت الاتفاق ما بيني وما بين المالك احنا هنستخدم انظمة الهاي وول في اللي هي الغرف اللي ملهاش سقف مستعار، والغرف اللي فيها سقف مستعار هنعرف هنستخدم نوع ايه. لكن احنا دلوقتي في الغرفة بتاعتنا السقف بتاعها ما فيهاش سقف مستعار، وبالتالي دخلت اتفقنا على النوع كارير هاي وول سبليت سيستم. ومهندس الديكور طبعا الكارير من النوع هاي وول في منها انواع كتير، يعني الاوبتيماكس وفي انواع والكريستال والاكس باور، ففي منها انواع كتير. اللي هو الهاي وول ده منه يعني نماذج او موديلات يعني كتير يعني. فهو المالك كان عاوز الهاي وول سبليت سيستم ده يكون يعني يستخدم هيت بامب، يعني ان هو بيستخدم تكييف اللي هو بارد ساخن، يعني بيستخدم هيت بامب او يستخدم حرارة او بيسخن في الشتاء وفي الصيف بيبرد. ده كله على اساس المالك. واتفقنا على النوع كارير. في انواع تانية زي ال جي وسامسونج وفي انواع كتيرة وشارب طبعا في تشيبا، يعني في انواع كتيرة جدا من اللي هو نوع الهاي وول ده. احنا اخترنا شركة كارير، اخترنا هيت بامب ده كله على اساس المالك. اوبتيماكس اخترناه على اساس المهندس الديكور او المهندس المعماري. ده بيكون شكلها، وده الشكل في الوحدات او الحمل الحراري 12000 بي تي يو بر اور و 18000 بي تي يو بر اور و 18000 بي تي يو بر اور و 24 و 30 و 36. ندخل كده مع بعض هنشوف حاجة مهمة جدا، ده الوحدة الخارجية بتاعتنا الاوت دور يونت. وشايفين احنا هنا كده الجزء الاصفر ده هو عبارة عن المواسير بتاعتي، مواسير الفريون اللي هتتوصل ما بين الوحدة الخارجية والوحدة الداخلية. فمهمة جدا ان انا اعرفها عشان في التركيبات عندنا ما نلاقيش ان الاقي ان انا موصل في الاوتوكاد عندي او في الرسم التصميمي بتاعي موصل جهة المواسير، يعني موصلها جهة اليمين، وفي التركيبات جيهم يركبوا لقى الوحدة المفروض اصلا توصيلاتها جهة اليسار. فده عشان نفادي المشاكل اللي ممكن تحصل في الموقع زي ديت. فانا بعرف هنا هو من الكتالوج بتاعي بيقول لي ان الايه المواسير بتاعتي في اتجاه انا شايفها بالنسبة لي كده في اتجاه اليسار، لكن عشان نجيب السايز او نجيب اتجاهها الصحيح بتاعها بنقف ورا الوحدة ونبص على المواسير. يعني لما اقف ورا هنا كده وابص على المواسير هلاقيها على ايدي اليمين. تمام، تعالى بقى دلوقتي ندخل على ننزل تحت كده مع بعض كتالوج، هنلاقي في الاخر خالص جدول التصميم بتاعي او السليكشن بتاعي. طبعا هنا بيقولك سيستم تايب هيت بامب، يعني بيشتغل بارد ساخن، وده على اساس متطلبات المالك. فانا عندي الحمل الحراري بتاعي اللي في الهاب كان كام؟ 7
او 7000 بي تي يو بير اور. بعد كده نروح اللي هنا في الكتالوج، انا بدور دلوقتي على كولين كاباسيتي هنا على ايه، على ال 7000، فانا عاوز الرقم ال 7000 او رقم اكبر منه، ما اخدش اصغر منه عشان جهاز التكييف يقدر يشيل الحمل الحراري بتاعي. فانا عندي 12100 و18000 و24000 وكده، فبالتالي انا هختار خلاص ال 12000 لان اكبر طبعا من 7000 بتوعي. طب هو ليه هنا قايل 12000؟ هو احنا كنا بنقول في الاول الصفحة خالص 12000 بتيوبر اور، ده كان سعة الجهاز ده. ليه هنا بقى في الكولينج كاباسيتي مديها لي 12100؟ 12000 ده هو الرقم اللي بيتقال في السوق، لكن الرقم الحقيقي بتاعها هو ال 12100 بتيوبر اور، فاحنا بنخلي بالنا من الحتة دي. تمام، ايه تاني بعوزه بقى معايا هنا في الكتالوج؟ انا عرفت كده خلاص ده الكتالوج وده الموديل، السيستم موديل بتاعي، والاندور يونت موديل والاوت دور يونت موديل بتاعي اهو، وعرفنا كمان الكولين كاباسيتي 12100. ايه تاني هعوزه؟ هعوزه كمان الانبوت باور بتاعي والانبوت كارنت بتوعي، الوات والامبير اللي هيعوزهم مهندس الكهرباء اطلع له البيانات دي عشان هو هيعوزها. وبالنسبه للهيتنج كاباسيتي اشوفها برضو، بالنسبه هنا الماكسيمم كويل لود كان 3.7 بي تي يو بر اور، او 3.7 في 1000 بي تي يو بر اور، يعني 3700 بي تي يو بر اور. فلما نيجي هنا في الكتالوج هنلاقي الهيتنج كاباسيتي بالبي تي يو بر اور هي 10800، فمعنى كده احنا مغطيين الحمل بنسبة كبيرة جدا. يعني طبعا هو ليه الاحمال هنا كبيرة قوي مبالغ فيها؟ عشان دي هيت بامب، انما لو رحت الكتالوج نفسه بس في الكولينج اونلي هتلاقي مكتوب كده كول اونلي، يعني جهاز تبريد بس، هتلاقي الاحمال بتاعتها اقل من كده، يعني بدل ما هتلاقي 12100 هتلاقي احمالها اقل من كده. فهو على اساس متطلباته هو، فدي اقل حاجة عندي هنا. او لو انت مش هتنفع الاوبت ماكس ممكن تتفق انت ومهندس الديكور تجيب نوع تاني من الهاي وول من شركة كارير، ما هو في اوبت ماكس زي ما احنا قلنا وفي انواع تانية، فنختار اي نوع تاني من الانواع دي. تمام، طيب بعد كده باجي هنا ايه تاني بطلعه او ايه تاني بعوزه من هنا؟ بننزل بقى تحت نجيب النومينال اير فلو وكمية السي اف ام عندي، وطبعا ديت اللو والميديوم والهاي، لان انا عندي المروحة بتاعتي ليها 3 سرعات، سرعة منخفضة، سرعة متوسطة، سرعة عالية. في أجهزة الديكوريتيف دايما بنشتغل على السرعة العالية، فيبقى أنا عندي كمية الـ CFM 315 CFM. طب تعالى نشوف كده في الهاب، كان عندنا كمية الـ CFM الكويل CFM كان 317 CFM، وده معناه إيه؟ معناه إن أنا هنا الجهاز ده ما ينفعش اشتغل بيه عشان كمية السي اف ام عندي مش محققة المطلوب هنا في جهاز، او الايه او المطلوب عندي هنا في برنامج الهاب على اساس الاحمال الحرارية اللي انا هحسبها. فانا عاوز 317 سي اف ام، او دي كمية الهواء اللي هتخرج من جهاز التكييف، وهنا بيقول لي 315 سي اف ام، فبالتالي اروح للنوع الاكبر او اللي هو الكولينج كاباسيتي بتاعته 18000 بي تي يو بر اور، عشان الاقي ان السرعه بتاعتي او كميه الهواء اللي هتخرج منها 450 سي اف ام، ويبقى كده مغطي اللي عندي في الايه في الحسابات بتاعتي. يبقى انا لازم يكون عندي الكولينج كاباسيتي بتاعي مغطي، وكذلك الاير فلو بتاعي او النومينال اير فلو بتاعي كمان مغطي. تمام، هنا الساوند بريشر او الكميه الساوند او الضوضاء اللي بتحصل من الجهاز، وعشان ده برضو بتنفع معايا لو انا عندي مكان مثلا استوديو عاوز كميه الصوت او الضوضاء بتاعه الجهاز التكييف ده ما تعديش حد معين، فانا ابقى عارف الرقم بتاعي كام. وطبعا لما نيجي للنت دايمنشن، ودي مهمه جدا جدا جدا، خلي بالك اللي احنا بنحسبه هنا ده ايه؟ ده الاندور يونت موديل، يعني الوحدة الداخلية. تمام، فاحنا بنجيب دلوقتي النت دايمنشن للوحدة الداخلية، واول سبيس معانا بيقول لي ده بالمليمتر.
انا عندي الويث، الويث اللي هو عرض الجهاز بتاعي، الوحدة الداخلية هي 973 ملي، وديت اللي انا باخدها معايا او دي اللي انا بعملها عشان يبقى انا حاطط جهاز التكييف او الاندور يونت بتاعتي جوه في السبيس بنفس او بالابعاد الحقيقية بتاعتها، عشان لما يجوا عندي في التركيبات يعملوا لما يجي يركبوا يلاقوها كل حاجة محسوبة بالملي. الارتفاع والدبث بتاعي ده مش انا مش هحتاجه او يعني معايا هنا، لكن في التركيبات ممكن هما او في السليكشن او في اختيار الاجهزة او لما تيجي تشتريهم الابعاد دي هي اللي هتهم. تمام. نت ويت طبعا وزنه بالكيلو جرام، والكمبريسور تايب من نوع روتري، هنا الريفريجرانت تايب اللي هو بيستخدم فريون R22، والفلير ده الكابلر تايب اللي هي طريقة الربط ما بين المواسير والفالفات من النوع فلير. كل الكلام ده احنا حاجات معلومات يعني كده. تمام. ساوند بريشر للوحدة دلوقتي احنا بنتكلم على الاوت دور يونت موديل، والنت دايمنشن برضو اهم حاجة عندي الويتس 770 ووزنها 39 كيلو جرام. البايب كونكشن سايزز وديت مهمة جدا عشان في التوصيلات انا عندي قطر مواسير اللي هيمشي فيها الغاز، والغاز ده هتلاقيها من اللي طالعة من الايفابوريتور وراحة للوحدة الخارجية اللي هو الكمبروسر، واللي هتخرج من الكوندنسر اللي هي الوحدة الخارجية وتدخل للوحدة الداخلية عند اللي هو الايفابوريتور، هيكون خط ليكويد قطره ربع بوصة. والمواسير ديت طبعا اللي احنا شايفين ان الغاز طبعا قطره اكبر من السائل لان حجمه النوعي اكبر. بعد كده هندخل على الماكسيم بايب لينس وهنفهم دول ديت والهايت بتاعها هنستفيد منهم بايه، والكوندنسيت درين هو الزيانتر ودول بتوع الصرف عشان يعرف ان هو هيركب ماسوره كام على جهاز التكييف نتيجه اللي يحصل عندي ايه، تكاثف لبخار المياه اللي موجود في الجو بيتكاثف على الكويل بتاع الايفابوريتور، فبالتالي بيحصل عندي نقط مياه بتحصل كده من جهاز التكييف. فعشان اعرف قطر الخرطوم اللي هيتركب عشان اصرف المياه دي خارج المبنى فيبقى قطره 5 أثمان بوصة. ده recommended wire size ده بالنسبة للكهرباء، وديت الوايرات اللي هي بيقول لك انا عندي recommended wire size number of wire from power supply to out door. يعني ايه؟ يعني الباور سبلاي الكابل بتاع الكهرباء هوصله فين، لان بيفرق عندي هل بوصله في الوحدة الداخلية جوه ولا في الوحدة الخارجية. في النوع ده انا بيقول لك انا بتوصله سبلاي او الباور سبلاي تو ايه، تو اوت دور، فلازم برضه نحطها في الرسم عشان مهندس الكهرباء يعرف انا هوصل الباور بتاعي، الباور سبلاي بتاعي الوحدة الداخلية جوه ولا الوحدة الخارجية، احطها على الرسم عشان يبقى عارف. هنا برضو هنا بقى الوايرز اللي هي الكنترول اللي بتبقى ما بين الوحدة الخارجية والوحدة الداخلية، والباور سبلاي 220 فولت فازة، يعني هنا اهو فازة واحدة و50 هرتز. وطبعا في الوحدات اللي قصدي في الدول اللي هي مصر مثلا والكويت بيستخدموا 50 هرتز، وفي السعودية مثلا بيستخدموا 60 هرتز، دي مهمة جدا برضو. طيب انا بقى دلوقتي هعمل ايه؟ انا عرفت خلاص ان انا هختار الموديل ده لانه حقق معايا كولينج كاباسيتي وحقق معايا كمية السي اف ام، فانا دلوقتي عاوز احطهم في الرسم. فتعالى للاوت دور يونت موديل الاقي ان العرض بتاعها هي 770 ملي متر. هروح معاك كده للهبت او الاوتوكاد بتاعنا ونروح نشوف الوحدة الخارجية، الاقي ان الوحدة الخارجية الشكل بتاعها طبعا لما نشوف الدايمنشن بتاع ديت اشوف عرضها بكام من هنا لغاية هنا، طبعا هلاقي الدايمنشن معايا كبير قوي. انا ممكن استخدم اقول دي ثم مسطرة ونستخدم نوع الدايمنشن وليكن ده واقول له set current close. فلما استخدم دايمنشن عشان بس يبقى الابعاد بتاعتنا متبقاش كبيرة قوي، فاجي الاقي ان اكيد البعد ده مش هو اللي هو ايه اللي احنا شفناه ده 1135 ملم، فانا عاوز اقول له لا انا عاوز البعد بتاعي يكون
نشوفه هنا تاني كان كام؟ 770 مليمتر. فهنعمل ديت امر سكيل. نعملها ازاي؟ نحدد الوحدة بتاعتنا ثم امر اس سي، نضغط مسطرة، هيقول لي دلوقتي اختار البيز بوينت بتاعتي اللي هعمل لها سكيل، فنختار من اي نقطة وليكن النقطة ديت. عايز تعمل له سكيل قد ايه؟ نقول له ار، وده ار اختصار لكلمة ريفرنس، يعني هديله ريفرنس يمشي عليه. فاقول له ار ثم مسطرة، هيقول له الريفرنس ده منين لغاية منين؟ هقول له من هنا لغاية هنا عشان احدد العرض بتاعي. يا ترى العرض ده قد ايه؟ هقول له 770 ملي، واضغط مسطرة. وضغطت 770 علشان احنا شغالين بالملي هنا في الرسم، تمام. لما نيجي نعمل دلوقتي الدايمنشن بتاعنا من هنا لغاية هنا، هلاقي ان الدايمنشن بتاعنا كام؟ 770 مليمتر. يبقى كده انا ظبطت الوحدة الداخلية او الخارجية بتاعتي كام. دي الوحدة بقى الداخلية بتاعتنا، تعال نشوف كان عرضها كام من الكتالوج. لما ندخل الكتالوج هنلاقي في الاندور يونت العرض بتاعي هو عبارة عن 973 مليمتر. فنيجي الناحية دي نضغط امر سكيل، يقول لي انت البيز بوينت بتاعتك فين؟ هقول له هي ديت. هيقول لي انت عاوز تعمل سكيل قد ايه؟ لا انا عندي ريفرنس، اديله ار ثم انتر او مسطرة. نقول له الريفرنس بتاعنا من النقطة ديت لغاية النقطة ديت، وهيقول لي هو كام. احنا كنا قايلين كام؟ قايلين 973، فاقول له 973 ثم مسطرة. كده انا ظبطت الوحدتين الداخلية والخارجية بتاعتي. تمام، ناخد بقى كده جهاز التكييف بتاعنا ده ونقول له سي او، ونروح لغاية هنا ونحطه كده، نشوف هنحطه احنا فين بالظبط. جهاز التكييف احنا ممكن نحطه هنا في الجنب، هنا او هنا او هنا او هنا، لكن احنا ممكن نفكر شوية جهاز التكييف ده نحطه ازاي. يعني ايه؟ يعني انا ممكن احطه هنا، وهيبقى جميل ان هو لما يجي الصيانة هيجي هنا يصلحوا جهاز التكييف على طول، وبقية الغرفة ما يعملش فيها ازعاج، يبقى هو جنب الايه؟ جنب الباب على طول. لكن لو حطيناه الناحية دي احنا المواسير بتاعتنا هنمشي على طول، هتخرج من الحيطة دي وتتركب في الوحدة الخارجية على طول، وبالتالي يعني تكون هنا افضل برضو من ان احنا نكسر في الحيطة كل ده مواسير عشان نخرج للوحدة الخارجية. ما انا لازم ادفن المواسير دي، ان ما عنديش سقف مستعار، فانا هكسر في الحيطة دي. لو المالك رضي ان انا عادي ممكن اكسر في الحيطة، او لسه ما يعني الحيطة التشطيب النهائي بتاعها لسه ما اتعملش، خلاص ممكن احطها هنا وده افضل مكان ليها. لكن لو التشطيب حصل وخلص خلاص وانا هحط جهاز التكييف، فانا مش هكسر في الحيطة عشان اقفل المواسير ديت، بل ان انا احطها هنا على طول واخرجها من ظهرها على طول للوحدة الخارجية بتاعتي. فالمالك قال لي ما تكسرش، وبالتالي انا احطها هنا يعني. ونقول له روتيت عشان نعدل بس ايه الشكل بتاعه. ونقول له روتيت ازاي؟ ان احنا نحدد الشكل، نكتب امر ار او ثم مسطرة. بعد كده بيقول لك اختار البيز بوينت، فاختار البيز بوينت بتاعتنا وتلف معاك كده بالظبط لغاية ايه ما تظبط معاك. بعد كده اضغط ضغط السناب اللي انا مشيت عليه ده، اللي هو الخط الاخضر المنقط اللي كان ظاهر معايا ده ممكن تحدده او تحدد الزوايا بتاعته. انا مخليها كل خمس درجات يحس بالزاوية بتاعتي. انت عاوز لا تخليه كل مثلا 30 او كل 60 درجة يحس بالسناب ديت. ولو عايز تظبط السنابات بتدخل على حاجة اسمها تراكنج سيتنج، بندخل على اوبجكت سناب، بتعمل نفس اللي انا عامله ده، يعني هكون افضل. والنيرست ده كمان يعني ساعات بيفيدني في حاجات. يعني ايه النيرست ده؟ لو قلنا اوكي وجينا حددنا البلوكة ديت، وعشان ناخدها ننقلها نضغط موف او من دي بلوك، فلو ضغطنا على السهم ده هينقلها كلها مرة واحدة. النيرست ده ان هو بيبدأ عندك ان هو شفت الشكل اللي هو اللي عامل زي التايمر ده،
ده بتحس بيه، انما لو ما كانش موجود مش هتعرف تمشيها هنا. اللي في النص دي هي منتصف الحائط، فبالتالي يعني كان ظهر ده الميد بوينت، ده ظهرت على طول، ما كانش هتحس بيه اللي هو العلامة التايمر ده، دي اسمها النيكست. تمام، ده هنعرف احنا هنستخدمها ايه قدام. لو عايز تخليها خليها، عاوز تشيلها براحتك، انا هخليها. فاحط ديت في منتصف الحائط كده، وهبدأ احط الوحدة الخارجية بتاعتي. بس قبل ما احط الوحدة الخارجية ابص الناحية دي كده، الاقي ان اتجاه المواسير عندي هنا في اتجاه ايه؟ اليمين. مع ان احنا رحنا هنا في الكتالوج، ولما طلعنا فوق في الصفحة اللي هنا دي، كان عندي اتجاه المواسير. لو وقفنا ورا كان اتجاهها ايه؟ اقف ورا الوحدة كده وبص على المواسير، كان اتجاهها اليمين، فبالتالي دي اتجاهها يمين، واللي هناك اتجاهها يمين، وبالتالي هو ده الاتجاه الصحيح. طب لو كان اتجاهها يسار، فنعمل ايه؟ نضغط على نحدد البلوكة كده، نكتب امر ام اي يديني امر ميرور، اضغط مسطرة واضغط في النص ضغطة، يعني هو في نفس الموضع بتاعه. لكن لو انت لاحظت هتلاقي ان الوضع الجديد بتاع المواسير على ايديك اليسار. اضغط ضغطة بره كده، هيقول لي انت عاوز تمسح النسخة القديمة، اقول له اه، لو مش عاوز تمسحها تقول له نو، لكن انا همسحها اقول له يس. فبالتالي هو ايه؟ غير اتجاه المواسير وخلاها اتجاه اليسار. تمام، رجعنا شكلها الاصلي. ممكن اضغط كنترول زد على طول ترجع معايا للشكل الاصلي بتاعي. نبدأ بقى دلوقتي ناخد الوحدة ديت سي او، ونروح نحطها عندي هنا، وبتتركب تحت الشباك يعني. فاحنا كده محتاجين اللي احنا نعمل لها روتيت. احنا هنعمل له روتيت كده. تمام، بقت الوحدة معايا بالشكل ده. تمام، انا شلت الكلمة اللي هنا عشان ما يحصلش ايه لخبطة والناس بتشتغل. فبالتالي انا هعمل ايه دلوقتي؟ انا جه كده اتجاه المواسير بقى في اتجاه اليسار. نكرر الامر تاني، ام اي، نضغط ضغطة في النص كده لغاية ما يكون في نفس الموضع بتاعه، بس هيغير اتجاه المواسير. اضغط ضغطة وانا عاوز امسح النسخة القديمة. بعد كده نضغط على ديت ونقول له موف. لو احنا نبدأ نقول له موف كده، يبدأ نثبتها ورا الشباك على طول بالشكل ده. كده انا ثبتت الوحدة الخارجية. اوصل بقى المواسير بتاعتي لما نضغط امر بي ال، بس تعالى نخليه وليكن باللون الاصفر. وبعد كده نضغط بي ال، واتجاه مثلا المواسير يبقى من هنا كده، ونطلع لغاية ما نوصل في اتجاه المواسير ده بتاعتنا. نعمل سناب كده لغاية ما نظبط شكل المواسير كده. يعتبر انا وصلت بين المواسير. لو انا ضغطت ضغطتين على اللاين ده، خليت الويتس بتاعه وليكن 6، بعد كده مسطرة، حس ان اللاين تقل معاك شوية، وده يدل يعني على اللاين او المواسير اللي هتتوصل ما بين الوحدة الخارجية والوحدة الداخلية كده. يعتبر انت وصلت بين الوحدتين. فاضل حاجة بسيطة، ان احنا نحط البيانات بقى بتاعتنا ازاي هتبقى موجودة. لو احنا عملنا سيركل كده بالشكل ده كده، وجبنا مثلا تكست زي ده وليكن سي او من هنا كده، وكتبنا فيه تي. تمام، وخدته داخل الدائرة كده بتاعتنا، وده هيدل على ايه؟ ده يدل على حاجة اسمها الثيرموستات، اللي هيحس بدرجة حرارة الغرفة كام. فالثيرموستات ده احطه فين؟ احط ان هو ميبقاش جنب جهاز التكييف عشان ما يحسش بالبرودة بسرعة، ولا احطه جنب شباك فيحس بالحرارة طول الوقت فيفضل جهاز التكييف عندي شغال. فبالتالي بحطه يعني جنب باب الغرفة بتاعنا كده، وليكن بالشكل ده كده. يبقى أنا كده حددت إيه؟ الثرموستات بتاعنا. فاضل كمان حاجة، إن أنا أقول له الباور سبلاي بتاعي هنا كده. فأقوم واخد بالشكل ده كده وأقول له الباور سبلاي
بتاعي هنا وقال لك هو الباور سبلاي ده هيبقى 220 واحد، يعني هنقول له فولت وفيز وهرتز. تعالى كده نكتبها فولت وفيز وهرتز، تمام؟ دول 220 فولت وواحد فازة و50 هرتز، تمام؟ ونقول له الباور سبلاي ده، تمام، خليه كده بالشكل ده. يعني ممكن بس نغير الخط ده، فممكن نغير الخط من الخطوط اللي هنا ديت، ممكن الخط ده، تمام. وبعد كده خلاص اقول له اضغط في اي حتة بره كده واجي الناحية دي، ممكن اعمل الشكل ده كده واقول له الباور سبلاي هيبقى سي او، اديله رمز بتاع بي بحيث ان هو يعرف ان الباور سبلاي عندي في الوحدة الخارجية هنا، تمام. وده هيرمز لي ثيرموستات، يعني ناخده كده موف. بعد كده ناخد وليكن الخط ده، نضغط الناحية دي كده ونقول له هنا الثيرموستات، تمام. ممكن اعمل يعني اللي هو يبقى الافضل بقى ان انا اعمل ريكتانجلر بالشكل ده كده، واكتب الاختصارات بتاعتي دي عبارة عن ايه. يعني ممكن نعمل امر لاين، خلي بالك انا عملت امر ريكتانجلر، او احنا مش عايزين نأخر نفسنا، احنا هنعمل ان شاء الله حلقات خاصة في الاوتوكاد، الاوامر البسيطة، الحاجات اللي هتساعدنا واحنا شغالين عشان ما اقعدش اضيع وقت في شرح الامر نفسه، تمام. تمام، احنا هنعمل ايه هنا؟ هنعمل خطوط كده ونعمل كمان خط هنا بالشكل ده كده، ونقول له انا هاخد بس وليكن ده كده سي او، ونسمي ده باور سبلاي، تمام. ناخد ده كده موف، ونقول له الباور سبلاي بتاعنا هيبقى بالشكل ده كده سي او، بعد كده الثرموستات هيكون هو بالشكل ده كده، وناخد ديت سي او، نقول له ده الثرموستات، وبعد كده اخد ده سي او عشان هنعمل الدرين بقى، يبقى ناخد ده كده كوبي وننزل تحت هنا كده نقول له ده عبارة عن الدرين، ناخد التكست ده نقول له عبارة عن كوندنسيت سيت درين بالشكل ده، واقوم واخده. احنا كان عندنا الدرين موجود، فاقول له خلي بالك لبتوع الصرف ان هنا في درين. طب الدرين ده بقى قيمه كام والكلام ده كله هعرفك بقى دلوقتي احنا ازاي هنحسب الكلام ده كله. ممكن نظبط دي كده، يبقى احنا عملنا شكل كده ايه سريع يوضح الايه الكلام ده كله، تمام. تمام كده يعتبر انا عملت ايه عشان الناس اللي هتشتغل تبقى عارفة البي ده بيدل على ايه، الدي ده بيدل على ايه، التي ده بيدل على ايه، وهكذا. بعد كده احنا عايزين بقى نقول السبيس ديت المعلومات بتاعتها كلها عبارة عن ايه. لو احنا عملنا سيركل وليكن بالشكل ده كده، وجينا السيركل ديت حددناها وقلنا له امر هاتش اتش ايه، هيجي دلوقتي يطلب مني الهاتش دي يبقى شكلها عامل ازاي. اضغط ضغطة في النص كده، بعد كده اخرج من الامر من اسكيب، وبعد كده هنعمل لاين بالشكل ده كده. ممكن نخلي
ننزل بقى تحت شوية، نعمل موف، اعمل لاين بالشكل ده كده. ممكن ناخد بس البوصلة دي بعدها شوية، وبعد كده هنعمل امر ريكتانجلر. الامر ده هنكتب فيه، او هنكتب هنا ان عبارة عن دي ايه ديت اف 1 0 1. تمام، نعمل امر سكيل ليها كده، نكبره شوية ونحطه هنا كده. وبعد كده اعمل تاني امر ريكتانجلر عشان هنكتب كل المعلومات بتاعت اللوحة هنا. كده يعتبر انا عملت البيانات الخاصة بالغرفة دي، حطينا فيها الاندور يونت الموديل بتاعي ايه، الاوتدور يونت نفس الكلام، الكولينج كاباستي اللي انا جبته من جهاز التكييف اللي كان عندي في الكتالوج هنا كان 18000 BTU/h. وخلي بالك ان الحمل 18 هنا هتلاقيه في نفس الاسم ده. تمام، بعد كده النومينال اير فلو عند السرعه هاي 450 CFM زي ما احنا جبناها في الاندور يونت موديل بتاعي. هتلاقي هنا في النومينال اير فلو في السرعه الهاي كانت 450 CFM. بعد كده البايب كونكشن بتاعتي زي ما احنا قلنا في الوحده الخارجيه، هتلاقي في السيستم انستليشن هتلاقي البايب كونكشن سايز بالجاز والليكويد بالنص والربع ونص. واحنا شغالين قلنا الماكسيمم بايب لينس، قلنا هنشوفها لما نيجي نشتغل. دي بيقصد بها ايه؟ بيقصد بها طول المواسير اللي هيمشي فيها الفريون من الوحده الداخليه للوحده الخارجيه. يعني ايه؟ تعالى معايا كده علشان نحسب طول الماسوره ده. انا اخترت ساعتها او اخترت اللاين ده بايه، بحاجه اسمها بولو لاين. مش معنى بولو لاين، لان البولو لاين لما تيجي ترسم خط كده وخط كده وخط كده وتيجي تحدد اي حد فيهم هيحدد كله مع بعضه، لكن لو عملت امر لاين عادي اللي مسطره وعملت كده وكده وكده وجيت ضغطت على اي حد فيهم هيحدد العنصر ده بس. عشان كده انا حددت ده كله، او احدد ده واكتب ال اي، الاقي ان هو اللينس بتاعه 888 ايه ملي، يعني قول متر مثلا. تمام، طب متر ده في اتجاه البلان، بس في الحقيقة ان الحيطة عندي، يعني انا ممكن اوضحها ازاي. ممكن نرسم مثلا ديت شكل حيطة عندي 3D مثلا واطلع. تمام، وانا الوحدة بتاعتي الوحدة الداخلية انا بحطها على الحيطه فوق كده. يعني احنا لو ايه، تعالى نرسم مثلا اي حاجه كده، الوحده اللي هي الداخليه على الحيطه فوق هنا، لكن الوحده الخارجيه عندي، يعني لو خدنا نفس الكلام ده كده بره او في الجنب كده. تمام، الوحده الخارجيه تعتبر دي بقى الحيطه من بره، وانت واقف بره في الشارع وبتبص على الوحده الخارجيه هنا كده، فتلاقي ان الوحده الخارجيه بيكون المستوى بتاعها هو اقل من مستوى الوحده الداخليه. يعني احنا لو قلنا هي بالشكل ده كده، ادي الوحده الخارجيه وادي الوحده الداخليه، فالخط بتاعي او المواسير بتاعتي هتمشي بالشكل ده كده لغايه ما تخرج من الشباك اللي عندي، وبعد كده هتنزل في مستوى راسي وتروح تتوصل في الوحده الخارجيه. المستوى الراسي ده الارتفاع. طب ده انا اجيبه ازاي؟ من خلال الاليفيشن. انا حاطط مثلا الوحده الداخليه بتاعتي، او تعالى نعمل امر ريكتانجلر بالشكل ده كده، ادي الوحده الداخليه، فانا هخرج من الحيطه الناحيه دي كده وهنزل لغايه هي بتتركب الوحده الخارجيه تحت الشباك. يعني مثلا هدخل لغايه هنا كده واوصلها في الوحده الخارجيه. لو احنا رسمنا كده شكل يعبر عن الوحده الخارجيه بالشكل ده. تمام، عندك هنا اصلا ارتفاع الحيطه من الخرسانه للخرسانه بتاعت السقف، يعني خرسانه الارضيه لخرسانه السقف 3.5 متر. فاحنا هنقول مثلا نزلنا 3 متر ايه ارتفاع،
انت عندك لما ان شاء الله في المشاريع الجاية لما يجي لنا بقى الاليفيشن مرسوم، يبقى احنا نعرف ازاي نجيب المسافة دي بالظبط. فاحنا نقول مثلا احنا نزلنا 3 متر، يبقى انا خلي بالك ان الارتفاع بتاعي هنا بيقول لك اخرك 10 متر، وانا نزلت بس 3 متر بس. ولما حسبنا المواسير اللي هنا ديت او الماسوره ديت، حسبنا الليست بتاعتها، كان اداني المتر اللي هو طوله متر، متر ضيف عليهم 3 متر، ما انت بتجيب طول المواسير اللي مشيته كله، فيبقى كام؟ 3 ومتر يبقى 4 متر. وهو بيقول لك اقصى حاجه تمشيها 20 متر، لا انا كده في السيف سايد بتاعي. تمام كده خلاص، انا عرفت كده ان المواسير طولها مظبوط. نيجي نكمل بقى البيانات، هتلاقي الكوندنسيت ديامتر اللي هو زي ما احنا قلنا الناس بتوع الدرين هيستخدموا خرطوم مثلا مقاسه 5 أثمان بوصة. والاخيره هي الباور سبلاي اللي احنا كنا كاتبينها هنا ديت، انا طبعا يعني شلتها خلاص بقى، هحطها في الجدول كده عشان يبقى الرسم بتاعي مظبوط. كده يعتبر انا حسبت خلاص الغرفة ديت بالحسابات بتاعتها المظبوطة. تمام تعالى نخش على غرفة تانية برضو ندي مثال عشان الناس تعرف تشتغل عليها ازاي، وان شاء الله المحاضرة الجاية هنستخدم نوع بقى اللي هو في الاسقف اللي ليها يعني سقف مستعار، او في الغرف اللي فيها سقف مستعار زي الغرفة ديت والغرف دي. يبقى انا هدخل دلوقتي على الغرفة رقم F103، تعالى معانا كده على الهاب نشوف التقرير بتاعها بيقول ايه. لما نضغط كليك يمين ونقول له برنت فيو ديزاين ريزلتس، اقول له بريفيو، اجي هنا الاقي التوتال كويل لود هو 17.7 ميجا BTU/h، يعني 17700 BTU/h. فنيجي معانا هنا الاجهزة التكييف نشوف الجهاز اللي ممكن يعدي 17000، فلاقي برضه هو 18000 معدي الرقم بتاعنا، لان 18000 والتاني 17000. طب هنا كمية السي اف ام كام؟ 450 سي اف ام. تعالى بينا نخش على الهاب نشوف كمية السي اف ام، الاقي هنا كمية بقى السي اف ام كام؟ 709. فاذا الجهاز ده مش هينفع معايا، اروح الكتالوج اشوف جهاز الاقي عشان الاقي 660 ده كمان مش نافع، فبالتالي ده اللي هينفع معايا وهو مقداره اللي هو 28800 BTU/h، فيبقى الجهاز ده اللي هينفع. اروح بقى على الوحدة الداخلية بتاعتي اشوف النت دايمنشن بتاعي كام، فهنا بيقول لي الوحدة الاندور هتلاقي متر او 1250 ملم. فنيجي هنا للاوتوكاد نجيب الوحدة الداخلية بتاعتنا نقول له انا عامل لها سكيل، او تعالى ناخدها الاول كوبي تمام، وناخدها هنا كده في السبيس بتاعتنا تمام، اخدها ايه روتيت بالشكل ده كده. بعد كده نعمل ديت سكيل من هنا، او نقول له الاول الفيس بوينت بتاعتي هتبقى كده، واقول له انا عندي ريفرنس من هنا لغاية هنا. طبعا الريفرنس ده قد ايه زي ما احنا شفنا كان 1250، فنيجي معانا للاوتوكاد ونقول له 1250 واضغط مسطرة، فادي الوحدة الداخلية بتاعتنا. ابدأ اقول له موف من هنا كده لغاية منتصف الحائط بتاعنا هنا كده تمام. بعد كده اخد الوحدة الخارجية بتاعتنا زي او بالشكل ده كده، ونبدأ نحطها هنا كده. وتيجي تشوف دلوقتي الوحدة الخارجية أبعادها كام، فنيجي لأول دور هنلاقي إن الوحدة الخارجية بتاعتنا 860 ملي، ده العرض بتاعها. فاجي هنا وأقول له سكيل، هيقول لي أوبجكت، أنا أقول له هو ده، ضغط مسطرة الريفرنس بتاعه، أو ناخد البيس بوينت بتاعتنا ديت. بعد كده أقول له أنا عندي ريفرنس، الريفرنس ده من هنا لغاية هنا كام زي ما احنا شفنا هنا في الكتالوج 860 ملي، فاقول له 860 مسطرة، فهو كده حسبها لي. نوصل ما بين الوحدتين ببولي لاين عشان نقدر نجيب الطول بتاعه قد ايه تمام، بالشكل ده كده بالشكل ده كده.
وبعد كده اضغط مرتين على الخط، اقول الويدث بتاعه خليه 6 عشان يظهر معايا الخط ده كده. انا برضو هنا وزعت جهاز او حطيت جهاز التكييف بتاعي. نبدأ نحط الحاجات الخاصة بيها زي الدرين ده، احطه هنا اقول له هنا في درين، وكذلك الباور سبلاي اقول له الباور سبلاي هنا للاوتبوت. طب مين قالك اللي هو الاوتبوت؟ لما اجي هنا في الكتالوج الاقي هنا، الاقي هنا في الريكومندد واير سايز، تلاقي هنا الباور سبلاي ايه تو اوت دور يونت. تمام، اجي هنا للثرموستات بتاعي واحط البوزيشن بتاعه هنا كده. تمام، بعد كده احط بقى البيانات الخاصه بالغرفه بتاعتي الدوريه دي كده سي او من هنا كده، ونحطها وليكن ايه هنا كده. طبعا بقى نشيل الابعاد ديت، الابعاد دي احنا كنا حاسبينها في حساب الاحمال الحراريه. تمام، وطبعا هنعمل وليكن خط كده من هنا كده ايه بالشكل ده كده، ناخد ديت سي او كوبي من هنا لغاية هنا كده، وبعد كده ناخد بقى ايه الشكل ده على طول جاهز عندي سي او من هنا لغاية هنا كده، وابدأ احط البيانات بقى بتاعتي زي ما احنا عرفنا. احنا بنروح هنا في الكتالوج، انا عندي كانت هي عبارة عن 30 او اللي هو 28800 الكور كاباسيتي كل وات، فاضغط هنا احدد الاندور يونت موديل بتاعها واضغط كنترول سي، اروح عندي في الاوتوكاد اشيل ده واضغط كنترول في، هلاقي ممكن يعني الخط عندي اتغير، فممكن احدد اي حاجة من الخط القديم واقول له ماتش، واحدد ايه اللي هو الخط الجديد اللي احنا حطيناه هنا. تمام، نفس الكلام بقى الايه، نفس الكلام للناحية ديت اللي هو الاوت دور يونت، اقول له كنترول سي، اجي الناحية دي كنترول في ماتش. تمام، وابدأ احدد الايه الخطوط اللي هي متغيرة دي. تمام، الكون كاباسيتي بتاعته زي ما احنا كنا شايفينها كانت كام، 28800. خلاص اقول له هنا ديت عبارة عن 28800. الكمية السي اف ام بتاعتي كانت عبارة عن 796 سي اف ام، طبعا اقول له هنا 796 سي اف ام. البايب كونكشن بتاعتي كانت كام، البايب كونكشن هتلاقيها 5 أثمان بوصة و3 أثمان بوصة، الكبير هو الغاز والصغير هو السائل، 5 أثمان بوصة، او ممكن عشان نعملها كده ممكن تقول 5 على 8 شيفت، وبعد كده علامات التنصيص اللي جنب انتر عندك في الكيبورد اللي عليها حرف ط شيفت ط يديك اللي هو على طول ايه بالشكل ده كده 3 أثمان بوصة. تمام، بعد كده الكوندنسيت دايمتر بتاعي، كوندنسيت دايمتر 5 أثمان بوصة زي ما هو، والباور سبلاي لما نيجي هنا هنلاقي برضو هو 220 و فولت طبعا، وفيزة واحدة وخمسين هرتز. تمام، انا كده خلصت السبيس ديت، حطيت كل المعلومات بتاعتي، ومطلوب بقى من حضراتكم ان حضرتك ان هتبدأ توزع اللي هي السبيس اللي مفيهاش سقف مستعار بالشكل اللي انا عملته ده، تحط الوحدة الخارجية والوحدة الداخلية وتوزع بالشكل اللي احنا عملناه ده للسبيسز دي كلها. تمام، والمحاضرة الجاية ان شاء الله هنشوف ازاي هنتعامل مع السبيس اللي فيها سقف مستعار. اشوفكم المحاضرة الجاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.